أمثال نبوية مع محمد السقاف. بسم الله الرحمن الرحيم. الموت والحياة شيء كل الناس تعرفه وتوصفه بشكل معين، إنه الإنسان اللي روحه في جسده حي، وإذا خرجت روحه ميت. النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا معنى آخر جديد بالنسبة للموت والحياة، وضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثال. قال لنا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. في رواية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كمان: مثل البيت الذي يذكر فيه الله والذي لا يذكر فيه الله مثل الحي والميت. فالإنسان الذي يذكر الله سبحانه وتعالى حي، والذي لا يذكر الله تمر عليه أيام ما يذكر الله سبحانه وتعالى، هذا مثل الإنسان الميت. فالذكر لله هو الروح وهو الحياة التي يعيش بها الإنسان. والله سبحانه وتعالى جعل أسهل شيء في الحياة هو الذكر. أسهل شيء، تخيلوا أنه أسهل عضو في جسد الإنسان يتحرك شو؟ اللسان. يعني لا قال لك بيدك ولا برجلك ولا براسك ولا شيء، لسانك. نحن ما شاء الله تبارك الله نتكلم. لو الواحد يعني كتب في اليوم، احنا متعبين الملائكة رقيب وعتيد، ما شاء الله كم في اليوم يكتبوا علينا لا إله إلا الله. شوف كم الواحد يتكلم في اليوم والليلة. لو الواحد بس يوم من الأيام، من لما أصبح لما يمسي، كتب كل الكلام اللي يقوله في الشارع، في الطريق، في كل مكان، ما شاء الله حيخرج في اليوم مجلد، أقل شيء مجلد يوميا مجلد من الكلام الذي يتكلم به. فاللسان سبحان الله شيء بسيط تحريكه، فكيف لما يتحرك بلا إله إلا الله؟ العجيب، قال العلماء أنه لا إله إلا الله هي أفضل الذكر وهي أسهل الذكر، لأنك لا إله إلا الله حروفها كلها لسانية، يعني أنه الواحد يقدر يقول لا إله إلا الله حتى وفمه مقفل، ما حتى بدون أن يستخدم شفايفه يقدر يقول لا إله إلا الله، لأن كل الحروف حقها حروف لسانية تتحرك بها اللسان فقط. عشان ربنا يعيننا إننا نقول لا إله إلا الله، وانت في السيارة وانت في الشغل وانت في الطريق في أي مكان، لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، سبحان الله والحمد لله، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. شيء بسيط جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير لي مما طلعت عليه الشمس. كم أخذت مني؟ 5 ثواني 7 6 ثواني. قلت شيء أكثر أفضل من الدنيا كلها بما فيها. فاللي سمع هذا المثال أتمنى أنه من الآن يبدأ يعيش الحياة حتى يكون إنسان عايش فعلا وحي فعلا.